السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين؟ معاكم منوعة دودو إبراهيم. هنعمل زي ما احنا شايفين النهاردة تحلية جميلة للصيف باردة. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما احنا شايفين المكونات بتاعتها عبارة عن جيلي المانجا، بسكوت، بسكويت بتاعك اي نوع تحبيه، وكمان حليب في النص. عملنا طبعا المهلبيه العاديه خالص اللي انت بتعمليها. سبق وقدمنا تحليه قبل كده بارده، هسيب لكم رابط في قائمة التشغيل في صندوق الوصف. جبنا البسكويت زي ما احنا شايفين، اي نوع بسكوت عندك، وهنعمل وريت للحليب، وهنعمل زي ما احنا شايفين مهلبية او القشطة بتاعتنا اللي عبارة عن نشا، ومعاهم 3 معالق كبار نشا، معاها 2 معالق كبار دقيق، معاهم فانيليا طبعا. وهنحط كمان بعد ما ندوبهم هنروح على البوتاجاز. وحطيت 2 معالق كبار سكر لان في جيلي طبعا مسكر، وفي بسكويت كمان شاي. فلو حابة تزودي في المهلبية بتاعتك سكر زودي، لكن احنا اكتفينا بالسكر بتاعها كده 2 معالق كبار. ممكن تعملي 3 لو حبيتي. زي ما احنا شايفين هنفك البسكويت بتاعنا، هجيب زي ما احنا شايفين قالب بايركس او اي صينية انت حباها. المهلبية وهي سخنة بحط جزء من تحت زي ما احنا شايفين عشان اقدر احط البسكوت فوقها. حطينا في المهلبية بتاعتنا مكعب زبدة، او لو حابة تحطي سمنة، لو حابة تحطي عندك اي حاجة دهنية. ونبدأ نرص طبقة البسكويت بتاعتنا. بعد ما هنرصها هنحط طبقة تانية مهلبية، هنحط طبقة مهلبية ونوزعها فوقها، كمان طبقة بسكوت تانية. نراعي ان كل الاماكن يكون فيها بسكوت زي ما احنا شايفين، لغاية ما املى كل البايركس بتاعي. اي صينية تحب تحط فيها حطي، انا حبيت احط في البايركس عشان يبقى شكله ظاهر قدامي. وبعدين هحط طبقة المهلبية كلها اللي موجودة عندي واسيبها في التلاجة تستريح، واروح على البوتاجاز واعمل 2 كوباية مية سخنين عشان هعمل باكو الباقيين بتوع جيلي. اي نوع جيلي ممكن تعمليها، سواء فراولة، سواء انا حبيت اغير المرة دي واعمل جيلي مانجا. حطينا 2 كوباية اللي احنا معايرينهم سخنين مع المغليين، وهندوب بسرعة. وكون مجهزة 1 كوباية مية ساقعة
وكنت سبت زي ما احنا عارفين البسكوت بالمهلبية في التلاجة فترة طويلة شوية وما يعني بياخدش وقت كتير، وتبص تلاقيه بيجمد معاكي ويتماسك. وبعدين هحط، هو المفروض الباكو بياخد كوباية مية سخنة مع كوباية مية ساقعة، لا انا هحط كوبايتين سخنين على الاتنين ومعاهم كوباية بس مية ساقعة عشان يديني القوام اللي انا عايزاه للجيلي. وادخلها تاني التلاجة بقى. وقدمنا تورتة الجيلي الباردة، تورتة الجيلي بالفواكه، وكريم كراميل بالجيلي، وعملنا كمان ايس كريم بالفراولة والمانجا وكذا نوع ايس كريم، وعملت تشيز كيك بالمانجا والبطيخ، طبقات البطيخ برضو الباردة قدمناها في وصفة على القناة. كل ده هسيبهولكم في قائمة التشغيل في صندوق الوصف. سيبناها طبعا في التلاجة، وده شكلها لما خرجت زي ما احنا شايفين بقت متماسكة ازاي، واتنقلت الجنب التاني، قلبناها على الوش التاني زي ما احنا شايفين. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ جميل جدا، وأولادك هيحبوا طعمها اللذيذ. هنقطعها ونقدمها لهم في اطباق. انتوا عارفين في الحر بنحتاج الوصفات الباردة دي، وأولادك بيحبوها. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطة دي ما تنسينيش في اللايك، لأن اللايك بيرفع من الفيديو ووصله لأكبر عدد من الناس. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. بحبكم كلكم وبتمنى لكم الخير دايما. يا ريت متنسوش قناتي على اليوتيوب منوعات دودو ابراهيم، والتيك توك والانستجرام والتويتر منوعات دودو ابراهيم. بتمنى لكم كل خير وصحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.